بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أخواني الطلاب في درسنا لهذا اليوم، درس النشاط الاقتصادي مادة الاجتماعيات. محدثكم الأستاذ محمد ناصر آل بريك، بدارس الخارج الأهلية المرحلة المتوسطة. النشاط الاقتصادي يا شباب، الرجاء التركيز والانصات معي جيدا. النشاط الاقتصادي عملية إنتاج وتبادل السلع بين الدول والخدمات أيضا والاستهلاك التي يعتمد عليها الاقتصاد وأفراد المجتمع والمجتمع. مراحل النشاط الاقتصادي: الحاجة والرغبة والإبداع، الموارد الاقتصادية مثل رأس المال، المعرفة والمواد الخام والأيدي العاملة، الإنتاج والسلع والخدمات. السلع والخدمات حاجات أساسية وحاجات غير أساسية. السلع والخدمات الحاجات الأساسية مثل الغذاء واللباس. السلع والخدمات الحاجات غير الأساسية مثل السياحة والترفيه. وأخيرا الاستهلاك. الإنتاجية هي من العناصر الأساسية لأي نشاط اقتصادي، وتعني معدل الإنتاج في زمن محدد، وتؤثر مستويات الإنتاجية في تقدم المجتمعات لارتباطها بالإنجاز ونسبة ما يتحقق وفق الخطط والأهداف. فإنتاجية الموظف المكلف يعمل محدد هي ما يؤديه وفق المطلوب وفي الزمن المخصص، ويتحكم في تحديد مستوى الإنتاجية عدد من العوامل. من أبرز هذه العوامل الكفاءة وأيضا الفعالية. الكفاءة هي تنفيذ العملية الإنتاجية بالطريقة الصحيحة وبأقل زمن وبأقل تكلفة وجهد. الفعالية وهي تنفيذ العملية الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة. نشاط واحد: اختار الطلبة الوصف المناسب للإنجاز في الجدول الآتي. أحمد: المطلوب إنجازه 30 مهمة عمل في اليوم الواحد. المنجز الفعلي 40 مهمة عمل دون ملحوظات. وصف الإنجاز كفاءة. نورة: المطلوب إنجازه 30 مهمة عمل في اليوم الواحد. المنجز الفعلي 40 مهمة، منها مهمات وضعت حلولا دائمة. هنا فعالية متفاعلة مع هذا الموضوع. ما علاقة التنافسية بالإنتاج؟ التنافسية هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفاعلية في الأسواق العالمية، وتحقق شباب مستويات معيشية مرتفعة للأفراد. تقويم الدرس 15: ما النشاط الاقتصادي؟ النشاط الاقتصادي هو عملية إنتاج وتبادل السلع والاستهلاك التي يعتمد عليها اقتصاد المجتمع. ما الفرق بين الكفاءة والفعالية في الإنتاج؟ الكفاءة هي تنفيذ العملية الإنتاجية بالطريقة الصحيحة وبأقل زمن وأيضا بأقل تكلفة. الفعالية هي تنفيذ العملية الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة. 3: كيف يحقق الإنتاج التنافسية؟ التنافسية هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفعالية في الأسواق العالمية، وتحقق مستويات معيشية مرتفعة للأفراد. في التنافسية تبنى على الإنتاج. 4: يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي. ألف: يتضمن قطاع البنية التحتية الأعمال الإنشائية الأساسية. نعم. باء: الأمكانات الإنتاجية هي أحسنت القدرات والموارد الاقتصادية. جيم: يتضمن قطاع الخدمات الاتصالات. أحسنت. وبهذا يا شباب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، متمني أن أكون قد وصلت المعلومة بالشكل المناسب وبشكل مفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.